شيخ أحمد، أولا هذه التي ذكرتها أنت، الكتب الكتاني وكذا، وقال الصلوات لها كذا وهي وتجلياتها كذا، هذه ليست معارف، هذه أذواق، ليست معارف، أذواق. أنا قلت لك يا شيخ أحمد، أنت بحاجة إلى، أنت عندك علوم مبعثرة تحتاج إلى منهج، عندك أذواق مبعثرة تحتاج إلى منهج. كل اللي عم تحكي لي يا من أول ما تكلمت معي إلى الآن ليست معارف، إنما هي أذواق، والأذواق تختلف من شيخ إلى شيخ ومن طريقة إلى طريقة تماما. ولذلك أنا كتابي سميته أذواق النقشبندية في شرح الحكم العطائية، ما قلت المعارف النقشبندية وإنما الأذواق، لأن الأذواق تختلف. كل ما ذكرته، كل هذه الكتب التي قرأتها، كل كتب الشيخ محي الدين بن عربي، كل هذه الكتب ليست معارف ربانية وإنما أذواق، أذواق. تمام؟ شو يعني أذواق؟ يعني أحوال تأتي وتذهب، زائد معاني تتأثر بها الروح وتتفاعل بها، تختلف من شخص إلى آخر بحسب بنيته الروحية وبحسب شخصيته النفسية وبحسب بيئته الاجتماعية الدينية. فهمت علي يا شيخ أحمد؟ فهمت علي؟ لذلك أنا لما المعارف لا تقال للناس ولا يخبر بها الناس ولا يعرف أو لا توجد طريقة لإبلاغها للناس، إن الناس لن تفهم هذه المعاني أصلا. أما الأذواق تفهم، أنت تقول الصلاة الفلانية على النبي لها تجليات كذا ولها كذا، هي تفهم، هذا الكلام كله يفهم. أنا والله ذكرت الله فصار معي نور أزرق، نور أحمر، نور أخضر، رأيت ملكا. البارحة قلت لي الملائكة، الإنسان لا يرى ملائكة، هذا كلام غير صحيح، والذاكر يرى الملائكة، وهذا أمر بسيط جدا على فكرة، يعني ليس ذو شأن يعني، لكن يعني هذا كثيرا يرى الملائكة طبعا، ويخاطب ملائكة أصلا. المهم هذا الآن ليس يعني بحثنا. فهذا كله يا سيدي الكريم يا شيخ أحمد أذواق، أذواق فقط، ليست معارف تماما. فأنت قلت أن هناك الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان لهم معارف، وذكرت لي هذه الأمثلة، هذه أذواق. وقلت مثلا الشيخ فلان ليس له معارف، أين المعارف التي ذكرتها؟ أنا لا أراه يتكلم إلا بالظاهر. من قال لك أن الكلام بالقرآن، القرآن هو رأس المعرفة الإلهية ورأس المعارف الربانية، الوحي الإلهي، الأستاذ هو الله، والمتعلم هو متدبر كلام الله، الذاكر لله الذي يقرأ في كل آية أو يقذف في قلبه ما يقذف من المعارف وليس الأذواق. القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بما تتكلم به أنت؟ إذن النبي ليس من أهل المعرفة، على ميزانك النبي ليس من أهل المعرفة، لأنك لم يقل النبي الصلاة كذا لها تجليات كذا ولها أحوال كذا ولها كذا ولها كذا، وعرجت في كذا ورأيت كذا وصار معي كذا، لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذلك، والصحابة لم يتكلموا، إذن أيضا ليسوا من أهل المعارف، والتابعين الدرجة الأولى الطبق الأولى لم يتكلموا، إذن ليس من أهل المعارف. هذا الكلام خرج في القرن الثالث الهجري، المصطلحات الصوفية والكلام الصوفي، لا نقول أنه باطل لا، ولكن يعني هذا الكلام ظهر فيما بعد
يعبرون عن بعض أزواقهم، هل يعني أنهم أرقى ممن قبلهم، أرقى من الحسن البصري؟ لم يقل الحسن البصري أي كلام من هذا الكلام مثلا، يعني كمثال تماما. يعني قارن بين الحسن البصري والجنيد، تجد الجنيد يتكلم بكثير من الأزواق وليس المعارف. معارف لا أحد يتكلم بها يا صديقي. لذلك قلت لك، أو قلت لك الصوفية يعيشون في أزواق، ونصف هذه الأزواق أوهام، ونصف هذه الأوهام يعني مع الأسف متأثرين بها بحسب، ويعيشون ويظنون أن هذه المعارف. لا يا صديقي، هذه ليست معارف، هذه أزواق. المعارف فوق ذلك، ولا أحد يتكلم بها، لا الأنبياء تكلموا بها ولا الأولياء العارفين تكلموا بها. لذلك كلمة عارف بالله كلمة نادرة تماما تماما، كلمة نادرة. طيب، من أين أعرف أن فلانا له مقام عند الله وفلان ليس له مقام؟ يا صديقي العزيز، أنا قلت لك على المستوى الفردي من سلوكه وانضباطه بطاعة الله مع إخلاصه، وهذا لا يخفى على أحد. أما على المستوى العام، رحم الله من قال مقامك حيث أقامك، بالمعنى المعرفي ليس بالمعنى يعني الاجتماعي أو الكذا. يعني المعنى، أنت ذكرت لي مثال أنه الشيخ محمد الغزالي يعني كان له تأثير بالمجتمع الإسلامي واجتهد وكذا، ولكن لم يكن صوفيا وله طريقة. من قال لك أنه ليس له مقام؟ ومن قال لك أن العلماء لا مقام لهم عند الله؟ قد يفوق كثير جدا من الأولياء، حتى يعني ما السلف الصالح كان يقول ذلك، كان يقول أن العلماء أرقى مقاما من الأولياء والصوفية، لأنه ما في أرقى من أن تدرس كلام الله وتبلغ هذا الكلام للناس. أما توبت فلان غافل، عطيته ذكر، صار يذكر الله، صار يشوف الملائكة، صار له أحوال، شيء حسن، شيء جيد جدا. لكن الأرقى من ذلك أن تصبغه بصبغة القرآن تمام. الشيخ أحمد كفتارو مثلا، يعني نحن نعلم بغض النظر الآن، ما بدنا ندخل كي نعلم أنه كان عمره 21 سنة حينما أتاه الشيخ أمين وقال له: والله أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وأمرني أمرا أن أعطيك الإجازة. وبعدين وقال له: لا تتقيد بي، أنت مطلق مجتهد مطلق في كل شيء، في التصوف، في كل شيء، يعني أرقى من مقامي بكثير. ويقول للشيخ الكتاني في الشام، هذا مغربي أصله، شيخ مكي الكتاني وكذا، والشيخ الرنكوسي وغيره من المشايخ الكبار الأولياء اللي كان مشقن: والله والله لولا المشيخة أنه أنا شيخه لقبلت يده. طيب، هذا بناخذ منه إشارة، لكن دعنا منك، هذا الكلام ما بيهمني أنا، بيهمني الآن السلوك. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ يعني في على المستوى الدعوي والقرآني والتربوي والسلوكي، هدى أمة لمو أمة في اللغة 40 شخص، أمة بمعنى الأمة. سوريا ما كان فيها التزام أبداً بالستينات والخمسينات، كانت منتهى التفلت، صارت من أكثر الدول التزاماً بالإيمانيات والدروس والكذا والكذا. عرف كيف يجمع بين، يعني ينشر الدعوة ويلطف الأجواء بين الحكومات والدعوة والإسلام، ثم انطلق خارج البلاد بغض النظر عن طائفة الأمة التي دخلت في الإسلام، وفلان المسيحي القس المسيحي دخل في الإسلام، وفلان الراهبة دخلت في الإسلام، وفلان، بغض النظر عن هذا كله، دليل قوي جدا. يعني بغض النظر عن كل ذلك،
جعل الإسلام قبلة في جماله بين المفكرين والعالميين وأساتذة الجامعات ورجال الكنائس والديانات ورجال الحكومات والوزراء. حتى الملاحدة في الاتحاد السوفيتي أقروا له بالإيمان. هذا ما هذا إنسان وارث نبوي. إذن هذا صاحب المعرفة الإلهية. الأخي ما يألف كتاب يصف لنا يعني ما هي المعارف الإلهية. المعارف لا تذكر للناس. وحديث الذي ذكرته لأبي هريرة تعلمت من رسول الله علمان، الحديث أنا لا يعني لا أعتقد به، وإذا اعتقدت به هو حديث سياسي، ليس حديثا معرفيا. لا 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 أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أحد معارف ولا يعلم أحد معارف، ولكن يعطيك الطريق لتبلغ أنت المعرفة. ما بها لا يعلم معارف، لا تأتي إلا بعد سلوك، لا تأتي بالتلقين يا صديقي. قلت لك هناك أنت بعثر عندك في المنهج يا شيخ أحمد، هناك بعثر عندك في المنهج. من قال لك أن المعارف توهب وهبا من شيخ إلى شيخ؟ المعارف لا توهب يا حبيبي يا صديقي، المعارف تأخذها من الله عن طريق السلوك إلى مرحلة معينة ولك حصة معينة. أما والله أنا مريد صادق يعطيني شيخي المعارف، لا، يعطيني أزواق، يعطيني أحوال، يعطيني أشياء تنفعني تماما، يتوجه إلي بروحانيته فتنتعش قلبي. أي أمور بسيطة جدا 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 جدا. العارف بالله فوق كل ذلك. قلت لك التصوف الآن، الناس في التصوف، كل التصوف الذي تراه، أنا حقيقة نادرا ما بدي يعني أنا مالي أهل لقيم أحد، ولكن تصوف المعنى الرباني العرفاني غير موجود، غير موجود يا صديقي. موجود أحوال وصوفية وحضرات وذكر وجلسات ذكر وبكاء وكذا وإيه شيء جيد يعني. هذا كله هذا تصوف سالكين مبتدئين، ليست معارف. أنا أسمع لشيوخ هنا وهناك لا، والناس تقول الله 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 ربنا، خصوصا مصر بيضوجوا دغري بيرتفعوا بينزلوا. هذه ليست معارف يا صديقي، هذه أزواق، وبعضها مبالغات، وبعضها من بدوافع العواطف والحب تماما. وقلت لك من قبل، من يقول بالحقيقة المحمدية ليست معرفة، أي حقيقة المحمدية دوافع حبية من الناس بالغوا في المحبة حتى تقمصوا العقيدة التي أتى بها الفلاسفة العقول العشر أو كذا، يعني صاغوا بصياغة قريبة وجعلوا مثل ما المسيحية أخذت حقيقة، مثل ما المسيحية أخذت من الفلسفة القديمة وجعلت الآب والابن والروح القدس، كمان المسلمين المحبين أخذوا وجعلوا الحقيقة المحمدية. هي القصة كلها هذا يا صديقي. فأين الحقيقة المحمدية في القرآن؟ ما موجودة. إذن ليست معرفة. تمام تمام. رأس المعرفة وحدانية الله، هي أول معرفة. لكن وحدانية الله في ناس يعني معرفتها بها يعني بمعنى سطحي، في معنى أعمق وأعمق وأعمق، حتى تصير المعرفة الله يقينا في العقل والقلب والروح وخلايا الدم. هي أول معرفة ورأس المعارف. هذا القرآن هكذا يقول. يعني أنا لماذا القرآن حثنا على التمسك به، ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التمسك بالقرآن؟ هو يا أخي هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا أخي. فلذلك لا تنخدعوا بعبارات وكلامات. رحم الله الجنيد لما قال
شافوه بعد الرؤيا في المنام قال طاحت تلك الإشارات وتلك العبارات وكل راح، ولم يبقى ينفعني إلا سويعات كنت أقوم بها بين يدي الله في الليل. أنه هي المعرفة. فتقول لي الصوفي ما بيصلي تهجد؟ والله العظيم ليس بصوفي، أقسم بالله العظيم ليس بصوفي. إذا بتفوتوا ليلة في الأسبوع ليس بصوفي. يعني طبعا إلا حالات مرض، مشفى، كذا. حتى في السفر بيصلي هو ماشي، هو واقف، وهو مستحيل، لأنه في هذه الساعة تحصل المعارف لا تحصل في غيرها، في ساعة التهجد. فهذا يا صديقي يا شيخ أحمد الله يرضى عليك، دعونا من العواطف ودعونا من الكلام الخداع واللي بيدغدغ العواطف بياخدنا وبيجيبنا من الخيالات اللي منشوفها. دعونا من كل ذلك ولنعود إلى القرآن الكريم رأس المعارف. تمام. أما والله نسمي الأحوال مقامات والأذواق معارف، هذا منتهى يعني منتهى الخلط، هذا منتهى الخلط. هل تعلم يا شيخ أحمد أن من هذا كما في القرآن في سورة آل عمران وكله وأكثر القرآن، يعني هذا إرشاد قرآني عام، أن من يتأمل ويتدبر في الكون ويصل إلى الخالق وعظمته وقدسيته وتنزيهه عن كل نقص، هذا فوق أعلى كل مقام، أعلى من كل مقام. أتى الصوفية سفه العقل، قال لا بالقلب بالقلب، لأنه بدون يعيشوا بالأوهام، بدون يعيشوا بالعواطف. يا صديقي العقل الذي خاطبنا الله به العقل، ومكان المعرفة العقل، ومكان المعارف العقل. نعم الروح هي التي تحول هذه المعارف إلى معارف أكثر يقينا، لكن هي حالات متقدمة جدا. لعلنا لا نجد اليوم من يحمل هذه المعاني، طبعا لابد أن يكون موجود يعني، لكن وين الآن؟ تدخل لأي بلد، تدخل على أي محافظة، هو مثلا نحن هو مثلا في هذا البلد، في هذه المدينة يكون فيها 300-400 ألف نسمة، فيها 20 شيخ كلهم من الأولياء، كل واحد شيخ صوفي. وتروح على المدينة الثانية، الشيخ فلان، شيخ فلان، شيخ فلان، شيخ فلان، عارف بالله، عارف بالله، عارف بالله. وين؟ أين الآن يا صديقي يا حبيبي؟ أين أين؟ لو كان في عنا العارفين بالله بهذا الحجم وهذه النوع وهذه الكسرة، كنا الآن الله أكبر الله أكبر يعني. فلذلك يا حبيبي شيخ أحمد، هذه كلها ليست معارف، وهذه كلها ليست إلا أذواق وأحوال، ليست مقامات. فلا ننخدع بهذا، كل هذا الكلام. المعرفة لا تلقن، المعرفة لا تؤخذ إلا من السلوك العقلي والروحي معا. المعرفة كما ذكرت لا تلقن لأحد، وهي طبعا أكيد درجات. ورأس المعارف القرآن الكريم، وكلما فتح الله عليك بالقرآن كلما كنت أكثر قربا منه وأكثر معرفة به سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.